كيف ده كياس محفر؟ كيما الكياس اللي قدمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوب. الإدارة الجهوية ما تنجمش تشوفه وتعمله شوية سيمان معناها. خلينا نبدأ بالمشاريع المبرمجة في تونس الكبرى. نقطة بنقطة نختم تونس الكبرى. تونس الكبرى عندنا أكبر مشروع معناها إن شاء الله باش يبدل معناها المنظر العام تاع العاصمة عاصمة تونس بكل صراحة هو المدخل الجنوبي. إيش معناها المدخل الجنوبي؟ يقولني معناها كي تبدأ خارج من تونس ما نفسروا للسادة المستمعين يلزمنا نفسروا لهم كي تبدأ خارج من تونس نقولوا احنا ماشيين سوسة ولا صفاقس. باهي شنو المشكل اللي قاعد يصير؟ هو انه كي تجيبش تطلع فوق القنطره بحذا الكيوسك بالضبط معناها فما امبوطياج كبير. ان شاء الله هذا مشروع باش يولي فيه ساعه وانت واحد غادي. صحيح صحيح لا صحيح وخاصه نهار الجمعه والسبت والحد. ان شاء الله هذا مشروع باش كبير ياسر معناها تقريبا معناها 350 مليار معناها 350 مليار باش يولي هنا معناها طريق دو فوا كاتر فوا معناها تقريبا كيما قطر الجمهوريه دو فوا كاتر فوا معناها يخرجوا أربعة يخرج من تونس وأربعة دخل تونس. هذه حاجة كبيرة ياسر كيف كيف معناها عندنا بعض معناها حاجات أخرين أنكس معناها المشروع هذا كيف كيف عندنا باش نحبوا نربطوه بالمروج كيف كيف خاطر الدخل على بحذا سبيطار حروق البليغه مستشفى الحروق البليغه كيف كيف يعطيك الصحه هذاك يلزم ليشونج لا يلزمك جيراتوار لا في المروج على ما بين مروج 2 ومروج 1 هذاك مشكل كبير هذاك كيف كيف عندنا ايشونجور كبير برشا ان شاء الله باش تبدل وجهه السيد وزير المشروع هذا هذا الانطلاق الاشغال في ظرف تقريبا شهرين اخرين كي نقول انطلاق الاشغال له لورد سيرفيس ربما معنا المواطنين ما يراوش خدمه راهو فما تسبق الخدمه هي احضارك لي بلان ديكزيكسيون خاطر مشروع كيما هذا كبير كبير ياسر لازم مقاول يعاود للدراسات الكل واحنا نصادقوا عليها باش نبداو نخدموا عليه قداش باش يدوم مبدئيا؟ تقريبا اقل حاجه عامين ونص هذا مش يقضي على الاكتظاظ ان شاء الله بالنسبه لمستعملي الطريق سواء الداخلين لتونس العاصمه ولا اللي خارجين منها ان شاء الله بالضبط هذا بالحق معناه اني راى انه هو باش يبدل بكل صراحه وجهه تونس معناها ما عادش فما يلزمش فما عاصمه معناها انك تتعطل فيها ساعه ولا ساعه ونص راهو من غير المقبول هذا جاء في الموضوع هذا ومعناها باعتبار كما انه كما قلنا معناها اعتمادات كبيره برشا وان شاء الله معناها باش يغير وجه العاصمه ماذا عن بقية